ونبدأ مشاهدينا جولة الصحافة لهذا الصباح ونبدأها من عناوين صحيفة المستقبل وأبرز ما جاء فيها. النائب غازي يوسف يقدم دليلا انتخابيا يربط حزب الله بالأسد. الملك سلمان نسعى إلى تنقية الأجواء العربية. المستقبل تتمسك بأسس انتفاضة الاستقلال. ومن العناوين سوريا تذبح بصمت. الثوار يتقدمون في ريف اللاذقية وحلب. تراجع تأثير حركة الشباب المجاهدين الصومالية أمام منافسة داعش. إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في ضواحي القدس. يزدي المحافظ المتشدد رئيسا لمجلس الخبراء الإيراني. السعودية متمسكون بتعزيز حقوق الإنسان. نبقى في صحيفة المستقبل، حيث تحدث الكاتب أسعد حيدر عن تصريحات مستشار الرئيس الإيراني والتي عد فيها أن بغداد لا طهران هي التي باتت اليوم عاصمة الإمبراطورية الإيرانية. يقول الكاتب: من المبكي المضحك أن يستفيق العرب على كابوس عنوانه العريض الإمبراطورية الإيرانية، وكأنها لم تتبلور إلا اليوم، علما أن المشروع الخامنئي قديم وتنفيذه لم يتوقف لحظة واحدة منذ تعاونت فيه طهران وهي في قمة العداء مع الشيطان الأكبر معه لإسقاط صدام حسين والفوز بالجائزة الكبرى وهي العراق. لقد التقط الكثيرون وأبرزهم العاهل الأردني الملك عبد الله بدايات هذا المشروع تحت صيغة الهلال الشيعي، سواء صحت التسمية أو لم تصح. الأساس أن طهران فتحت خزائنها وثكناتها وحوازاتها لخدمة تحول إيران إلى إمبراطورية، سواء بالتدخل المباشر أو غير المباشر، وحيث لا يمكن التدخل على الأرض تم جعل اللغة الفارسية روحا مشتركة تجعل الوجود الفارسي مقبولا ومرحبا به، خصوصا فيما يعرف بالجمهوريات الإسلامية السابقة في الاتحاد السوفيتي. لقد تجاوزت إيران توصيف الهلال الشيعي. علي يونسي مستشار الرئيس روحاني والذي كان وزيرا للاستخبارات في حكومة الرئيس محمد خاتمي كشف المستور عن المعلوم وصارح الداخل الإيراني قبل الخارج العربي والأمريكي والتركي إن منطقة الشرق الأوسط إيرانية، وهذا يعني باختصار إن المشروع الأمريكي الشرق الأوسط الكبير قد سقط لمصلحة المشروع الإيراني، حيث الهضبة الإيرانية تكون المركز الذي يقترب منها الآخرون ليشكلوا اتحادا. تجديد يونسي على العمل إيرانيا وقوميا رسالة قوية إلى الداخل أمام مثل هذه المهمة. لا يوجد محافظون متشددون وإصلاحيون، وإنما يوجد إيرانيون يديرون الشرق الأوسط لخدمة إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ عاصمتها بغداد كما هي اليوم. تركيا مهمة في أي مشروع لمواجهة التمدد الفارسي أو الصفوي، لكن من البداية يجب الحذر من أن تركيا لن تخوض أي مواجهة مع إيران. التاريخ المعقد والطويل والتوازن في القوى يحول دون ذلك. أيضا إن التعاون لا يجب أن يكون على قاعدة مذهبية، مجرد حصول ذلك تكون إيران قد كسبت الحرب، إضافة إلى أن تركيا لن تنزلق إلى مثل هذا المستنقع. حان الوقت لمراجعة عربية شاملة. إيران تغلغلت إلى قلب نظام الأسد وفي تفاصيل سوريا الجغرافية. انتهت 4 سنوات دامية في سوريا، الثورة لم تتوقف والأسد لم ينتصر. الحل في سوريا يجب أن يكون أيضا جزءا من المشروع العربي المضاد. لبنان ما زال ممكنا إنقاذه عبر إخراجه أولا من حالة الفراغ. وفي عناوين صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: صالح يدفع بنجله إلى الرئاسة وينضم للحوثيين في رفض مؤتمر الرياض. خادم الحرمين سائرون إلى تنقية الأجواء العربية ولن نسمح بالعبث في استقرارنا. لبنان وفد قطري للتفاوض مع خاطفي العسكريين وفضل شاكر جزء من التسوية. الجعفري للشرق الأوسط: لن نسمح لإيران بمس سيادتنا. فرار عشرات المعتقلين لدى داعش في منطقة الباب وترجيحات بتوجههم إلى تركيا. تضاءل قدرة داعش على الاستفادة من النفط والغاز والتنظيم يبحث عن بدائل. انتخاب يزدي المتشدد رئيساً لمجلس الخبراء في إيران.
النجيفي يحذر من أعمال انتقامية في المناطق المحررة. القوات العراقية تبدأ معركة تكريت بعد تحريرها ناحية العلم. وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضاً نقرأ للكاتب فايز سارة تحت عنوان المعارضة السورية تبحث عن حل سياسي. دعونا نتابع ما قاله الكاتب. انشغلت قوى المعارضة السورية في الشهرين الأخيرين ببحث جوانب مختلفة للقضية السورية، وكان الأبرز في هذه الانشغالات لقاءات وحوارات حصلت في القاهرة وإسطنبول ومدن أخرى في أوروبا، كان الأهم فيها موضوع الحل السياسي في سوريا وما يحيط به من تفاصيل وحيثيات تجعله قابلا للتحقق وممكنا للتنفيذ. وانشغال قوى المعارضة بموضوع الحل السياسي لا ينفصل عن التطورات المحيطة بالقضية ووعي المعارضة للضرورات السياسية القائمة التي في مقدمتها ضرورة توافق المعارضة على موقف واحد من الحل السياسي، وقد كان في الظاهر موضوعا خلافيا بين قوى المعارضة السورية لوقت طويل، سواء في الخلاف على الموضوع أو في الخلاف على بعض محتوياته وآليات تحقيقه. وبلورت اجتماعات المعارضة السورية في الشهر الأخير وثيقتين أساسيتين حول الحل السياسي في سوريا، كانت أولاها نداء من أجل سوريا الصادرة عن اجتماع القاهرة أواخر كانون الثاني الماضي، والثانية وثيقة الحل السياسي التي أصدرتها الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في اجتماعها الأخير بإسطنبول أواسط شباط الماضي. ولعله لا يحتاج إلى تأكيد قول إن خطوات المعارضة في تبني الحل السياسي ورسم خريطة طريق نحوه على اختلاف بعض تفاصيلها هو أمر إيجابي من حيث التوجه المشترك للمعارضة من جهة، ومن حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته سواء لجهة معالجة القضية السورية أو لجهة التزامه بما كان قد قرره في السابق وساعد في دفعه للوصول إلى حل من خلال جنيف واحد وما تلاه في جنيف اثنين. كما أن تنشيط الحوارات والاتصالات السورية والدولية حول الحل السياسي ومؤتمر القاهرة بين الخطوات الضرورية بهدف إيجاد حامل سياسي محلي ودولي للحل مستعد للذهاب في خطوات عملية وإجرائية، سواء عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر صيغة دولية من خارجه، إذا بقيت روسيا والصين على موقفهما في استخدام حق النقد في معالجة القضية السورية في مجلس الأمن الدولي. لقد شرعت المعارضة السورية بعمل ما هو مطلوب منها من الناحية السياسية، وكرست في اجتماعاتها حول رؤية الحل السياسي ما كان قد بدأه الائتلاف الوطني العام الماضي في الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 للتفاوض مع نظام الأسد استجابة لرغبة دولية، وبهذا صار المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إذا كانت دوله وهيئاته لديها القدرة على أن تسمع وترى بعد كل ما حصل ويحصل في سوريا. وفي عناوين صحيفة القدس العربية نقرأ اليمن صالح يصف هادي بالمخلوع والأخير يرد أنت واهم، قيادي ناصري جنون العظمة مسيطر على الزعيم، مصادر سورية أوامر بمراقبة قاسم سليماني خلال زيارته السرية إلى السويداء، زكي بن رشيد من السجن في الأردن ما فعلته مجموعة أذنبات فقاعة هواء، الجزائر انطلاق الحوار بين الفرقاء السياسيين الليبيين، قطر تعلن عن بدء تنفيذ أول مشاريعها لإعادة إعمار غزة، البرلمان الأوروبي سيناقش تورط البوليساريو في فضيحة اختلاس مساعدات اللاجئين، قيادي في جبهة النصرة متفاجئ من ترك فضل شاكر طريق الجهاد، أسبانيا تعلن عن تفكيك خلية جهاديين في جيب ستة في شمال أفريقيا، السويد تنهي تعاونها العسكري مع الرياض بسبب ملف حقوق الإنسان. من صحيفة الحياة يقول الكاتب حازم صاغية تحت عنوان نقد الإبن لا الأب إن داعش هو نتيجة حتمية للاستبداد العسكري والمؤدلج. نتابع ما قال الكاتب. إذا كانت فوضى الحقبة الراهنة بأوسع المعاني التي تشملها كلمة فوضى قد أطلقت تنظيم داعش، فهي أيضا أطلقت أهاجي لداعش لا يكاد أحد يتعفف عنها، لكن الأهاجي لا تصنع نقدا سيما حين ينحصر الهجاؤون النقاد في تناول النتائج للمقدمات.
وداعش نتيجة في آخر المطاف لا مقدمة، نتيجة كان الاستبداد العسكري والمؤدلج أحد أبرز مقدماتها. من هنا قد تكون المقارنة لافتة بين الهجائية التي استقبلت بها ولادة داعش والاحتفالية التي استقبل بها ذات مرة أبوها الاستبدادي، والذي لا يزال نقده العميق بل مجرد الإقرار بأبوته مسكوتا عنه. فقبل يومين، وهذا مثل غير حصري، استرجعت سوريا ذكرى الانقلاب البعثي الذي عرف بالثامن من آذار سنة 1963، والذي أسس النظام المستمر منذ ذاك على رغم التغيرات والتحولات الضخمة التي عرفها من داخل الخلية الواحدة. وإذا راجعنا صحف تلك المرحلة وقعنا على أوصاف حظي بها ذاك الانقلاب من قبيل إنهاء العهد الانفصالي البغيض، القضاء على أوكار الخيانة والعمالة، إعادة الوحدة مع مصر، الاستعداد لتحرير فلسطين. وفقط بعد انفجار الخلاف بين البعثيين وجمال عبد الناصر بدأ الهجوم على الانقلاب إياه بوصفه مؤامرة على الوحدة وخيانة للقضية وتنفيذا للمخطط الاستعماري. لكن مدح الفترة الأولى مثله مثل قدح الفترة الثانية، لم يلحظ مسألة الحرية أو خيار السوريين، ولم يجد فيها ما يستحق التوقف والتأمل. شيء مشابه كان قد حصل قبل ذاك مع الناصرية، فلئن أثار انقلاب يوليو 1952 بعض الانتقادات في مصر والعالم العربي بسبب قدمه الحياة الحزبية، فهذا ما شرع يختفي مع تحقيق الجلاء في مصر عام 1954، وخصوصا مع حرب السويس في 1956. مذ ذاك صار كل نقد لعبد الناصر تمسكا بالحرية أو طلبا للديمقراطية يعد هرطقة وخيانة للعروبة ولزعيمها الأوحد. وقصار القول إن نقد الإبن الذي هو داعش لم يسبقه إلا الاحتفال بأحد أبرز آبائه وهو الاستبداد، بينما لا يزال محرما حتى الآن التعرض للقضايا المصيرية التي ولدها الاستبداد الأب قبل أن يعممها. والأمر نفسه يصح فيما خص آباء داعش الآخرين من أفكار وممارسات قروصطية لا تزال تصنف في خانة المقدس، ولا تزال تعتبر بعضا من أصالتنا وخصوصيتنا الحميمتين. لقد تناول النقد الرائج ابنا من دون أب، ومن دون نقد الإجماعات التي تلتقي حولها الكثرة الكاثرة ولا تشك بها إلا القلة القليلة. والنقد الناقص، وهو أقرب إلى أن يكون هجاء، يسف أحيانا فيغدو كذاك النقد الوحيد الذي سمحت به بلاطات القرون الوسطى، والذي ما كانت لتسمح به إلا لأنه تهريج. وقبل ختام جولة الصحافة، نشاهد وإياكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إلى أخبار رياضة مع الزميل معنا عمر.